السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور وحيد أحمد ماهر، نشتغل مع بعض مادة تطبيقات الحاسب في مجال الأعمال 2. ونبتدي بأول جزء، المحاضرة الأولانية مقدمة عن برنامج الإكسل. طبعا بيعتبر برنامج الإكسل أحد مجموعة برامج الأوفيس، اللي تعتبر من أقوى برامج الجداول الإلكترونية الممتدة. طبعا اسمه إكسل ناتج من كلمة إكسلنت بروجرام، أي برنامج الممتاز. سمي بذلك لما يتمتع به برنامج من خواص عديدة ولسهولة تعامله مع الجداول والمعاملات والدوال الجاهزة، وكذلك إمكانية استخدامه في بعض التحليلات الإحصائية وفي الرسوم البيانية. طبعا أول خطوة عاوز أفتح برنامج الإكسل، في خطوات بنمشي عليها. أول حاجة بدوس Start، بعديها Program، بعديها Microsoft Office اللي هو قائمة برامج الأوفيس. من ضمنها طبعا هيبقى فيه Microsoft Office Excel. طب مكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج الإكسل، عندنا الشاشة الرئيسية تتكون من عدة أشرطة. أول حاجة شريط العنوان أو Label Bar، في طبعا بيبقى موجود فيه اسم البرنامج اللي هو مايكروسوفت اكسل، وبرده في جنب مايكروسوفت اكسل هنلاقي كلمة بوك 1، عشان لسه لغاية دلوقتي طبعا ما سميناش الملف ده بأي اسم. في ايضا في مفتاح او زرار لتكبير الشاشة، مفتاح لتصغير الشاشة اللي هو ماكسمايز مينيمايز، مفتاح اللي هو كلوز اللي هو لغلق البرنامج. عندي تاني شريط اللي هو شريط المنيو بار او شريط القوائم. الشريط ده فيه عدة قوائم زي قائمة فايل، وجواها بعض الاوامر اللي هي بستخدمها لفتح ملف جديد اللي هو نيو، او فتح ملف موجود قبل كده، لحفظ ملف اعمل سيف، للطباعة اللي هو برينتر، وكمان قائمة باخر اربع ملفات تم حفظهم. في كمان قائمة ايديت فيها اوامر خاصة بالاندو ايدو اللي هو التراجع والتكرار. في كمان اللي هو الكوبي والبيست اللي هو النسخ واللزق. في اللي هو القط اللي هو القص. في كمان الريبليس اللي هو الاستبدال. عندي قائمة كمان اللي هي تولز، فيها الاوامر الخاصة بالتدقيق الاملائي والحاجات الخاصة بالبروتكت او حماية ورقة العمل. والقائمة دي في الاصدار بتاع 2007 كانت باسم ريفيو. في عندي كمان قائمة فورمات، دي بتحتوي على أوامر لتنسيق الخلايا والأعمدة والصفوف وتنسيق الصفحة. طبعا ابتداء من 2007 كل القوائم اللي أنا اتكلمت فيها قبل كده بقى اسمها قائمة واحدة، اسمها قائمة فورمات الأدوات. قائمة كمان Insert بتحتوي على أوامر لإدراج رسوم بيانية، لإدراج صور، لإدراج رموز، للتحكم في الهيدر والفوتر اللي هو الرأس وتزييل الصفحة. عندي كمان قائمة داتا، دي بتحتوي على أوامر خاصة بالإكسبورت والإمبورت اللي هو استيراد البيانات، وكمان بالسورت أو ترتيب البيانات الصعودي والتنازلي، وفرز والتصفية. كمان في قائمة هيلب، دي للحصول على المساعدة حول البرنامج. في أشرطة أو شريط كمان اللي هو أشرطة الأدوات أو التولز بار، دي بيحتوي على مفاتيح الوظائف المختلفة اللي هي بتستخدم للوصول السريع للأوامر المختلفة. في كمان شريط الصيغة أو الفورمولا بار، دي بيبين فيها الخلية أو السل الأكتب اللي أنا شغال عليها والصيغة بتاعتها أثناء الإدخال. ولما بدخل فانكشن معينة بتلاقي فيه لإما علامة صح لو أنا الفانكشن كتبها بصيغة سليمة، أو علامة خطأ أو إكس كده عشان تبين إن أنا كتبت صيغة خطأ. في كمان الريفرنس سيل او صندوق عنوان الخليه، دي بيظهر فيه رقم العمود والصف اللي هم الاكتب اللي احنا شغالين عليهم. اخر حاجه اللي هو ورك شيت او ورقه العمل، دي الورقه اللي بسجل فيها البيانات. كل ملف بيحتوي على 3 اوراق، ممكن يزيدوا لغايه 255 ورقه حد اقصى، طبعا متقسمه لصفوف واعمده. الورقه الواحده فيها 256 عمود وفيها 65536 صف، وبالتالي فيها 16,777,216 خلية. طبعا الشكل قصاد حضراتكم ده الشكل الأساسي للشاشة الرئيسية لبرنامج الإكسل.
ووضح فيها كل الأشرطة اللي احنا اتكلمنا عنها. في واحنا شغالين على الاكسل في بيبقى اوضاع مختلفه للماوس، او تلاقي الشكل بتاع الماوس اختلف. في وضع كروس لتنشيط خليه ما او عده خلايا، في الوضع اللي هو فيل هاندل عشان اعمل نسخ لمحتويات خليه الى خليه اخرى، في اللي هو ريسايزنج كولومن اللي هو تكبير او تصغير حجم اي عمود، وريسايزنج رو لتكبير او تصغير حجم اي صف. كمان عندنا بعض من البيانات اللي ممكن أشتغل عليها. عندي بيانات ممكن تبقى بيانات رقمية نيومريك على شكل أرقام يعني، والنصوص اللي هو التكست على شكل أحرف أو كلمات، وكمان معادلات اللي هي الفانكشن والعملات، وكمان ممكن يبقى الداتا بتاعتنا او البيانات بتاعتنا على شكل وقت وتاريخ اللي هو التايم والديت. طبعا هنا انا موضح لحضراتكم بعض المفاتيح الهامة اللي انت هتستخدمها، زي نيو ده عشان اعمل ملف جديد، اوبن عشان افتح ملف كان موجود قبل كده، سيف عشان اعمل تخزين للملف، برنت اعمل طباعه، برنت بريفيو عرض ما قبل الطباعه، سبيلنج اللي هو تصحيح اخطاء املائيه، قط عشان اقطع جزء من مكان واحطه في مكان اخر، كوبي عشان نسخ خليه، بيست اللي هو لزق ما تم نسخه، الفورمات بنتر اللي هو اعمل نسخ للتنسيق نفسه، الاندو عشان اعمل تراجع عن اخر عمل قمت بيه، ريدو لتكرار اخر عمل قمت بيه، اوتو سام ده عشان اعمل جمع تلقائي لمجموعه من القيم في صف او عمود معين، سورت اسندنج اللي هو ترتيب الخلايا ترتيب تصاعدي، سورت ديسندنج اللي هو ترتيب الخلايا ترتيب تنازلي، انسيرت شارت عشان اعمل تمثيل الخلايا تم تحديدها بشكل بياني، انسيرت شيب عشان ادخل اشكال هندسيه لورقه العمل، انسيرت كليب ارت عشان ادخل صور لورقه العمل، الفونت طبعا عشان اختار نوع الخط، الفونت سايز حجم الخط، بولد الكتابة بخط سميك، ايتاليك عشان اكتب بخط مائل، اندرلاين اللي هو اعمل سطر تحت كلمات معينة او تحت خط معين، اليجن ليفت اللي هو محاذاة ناحية اليسار، والسنتر اللي هو التوسيط، واليجن رايت اللي هو محاذاة ناحية